السلام عليكم، شلونكم صديقاتي وأصدقائي المتابعين لقناتي واللي انضموا لمتابعتي؟ أرحب بكم إن شاء الله تكونون بألف خير. فيديو اليوم انطلب من عندي من متابعة عزيزة للقناة، رادت تعرف شنو أنواع الزبد اللي موجود في الماركت التركي. فإذا إلها والكل المتابعين نقدم هذا الفيديو، خلي نروح ونشوف. شوفوا حبايبي، احنا هسه جينا الميكروس. ميكروس همينا تشوفون بيها كل شيء اللي تحتاجوه من الاجبان، والاني منزله فيديو كامل عن الاجبان، اخلي لكم اياه ان شاء الله بصندوق الوصف. طبعا هاي كليته. فنجي نشوف انواع الزبد والترياغ. هذا خلي افتح الباب حتى تشوفون زين. هذا كليته، هذا كليته، وهاي الاسعار. هذا الزبد، هاي انواع الزبد. هذا احنا هذا اللي نستعمله، هذا السنة. سنة يعني معناها اليك. هذا ترياغ همينة، وهاي كلها هنا ترياغ. لحظة بس، الباب متى تنفتح؟ هنا معظم الشركات هنا موجودة بميكروس، وهذه الأسعار حتى يكون عندكم علم. هذه بالكيلوات، وهذه بالأقل، يعني تقريبا أقل من 100 جرام. هاي كل أنواع الترياغ هنا تلقوها بميكروس، تمام؟ هذا نفس الشيء، هذه الأسعار. حبايبي احنا هسه بي شوك، سوبر ماركت شوك. شوفوا هنا همينة تلقون انواع الزبد. شوفوا يكون بهذا الشكل، يكون بهذا الشكل. هذا الترياغ، هذا الزبد العادي، لكن هذا وهذا اللي هو المارجرين او المارجرين قسم يلفظه. هنا همينة تلقون هذا كليته، طبعا كليته هنا وين تلقوا بالثلاجات، تمام؟ هذا طبعا هاي الاسعار، واتمنى انه الاسعار تبقى على حالها، لانه بصراحه الاسعار كلها تتغير بشكل غريب. هذا طبعا كل وحده وزنها وكل وحده وسعرها. هذه همينه، هاي وين تلقوها؟ طبعا هنا نفس الحاله، هاي هنا، هذه الاكبر، هذه هذا نص كيلو ب 70 69 ونص، وهنا كلها احجام و يعني الشركات، هذه الشركات تختلف. هذه كليتها موجودة وين؟ موجودة بسوبر ماركت شوك. شوفوا حبايبي احنا هسه بكوتش. بكوتش تلقون مو بس هذه العبوات، وانما تلقون هذه العبوات الكبيرة يعني بالكيلوات، تمام؟ يعني هذه 206 بيها، هذه اللي هي الانواع الزبد، وهذه اسعارها كلها، هذه الاسعار حتى يصير عندكم علم. ولو اكرر واعيد انه الاسعار تتزايد بشكل مو طبيعي. هذه نفس الشيء، هذه طبعا كل سوبر ماركت وشركته وكل يعني الشركات اللي يتعامل وياها، وهاي الاسعار. هذه كل تايوان تلقوها، تلقوها بكوتش، تمام؟ هذه كلها، هذا الترياغ، هذا ممتاز اللي هو الزبد الأصلي. هذا هذه الأسعار، طبعا الأسعار صايرة. شوفوا مثلا هذا 104 يعني تقريبا 165،
بس طبعا الكيلوات يعني هنا تريدون شوفوا هذه أبوات بالكيلو وهذه الأسعار، هذه كليتها تمام. وإذا تريدون أشياء تكون قليلة هذه يعني هذه تقريبا أقل من 200 غرام هذه أوكي، وهي أسعارها. شوفوا هنا حبايبي همينة ببيم، نشوف نفس همينة هذه الشركة، لكن هذه تختلف، هذه تختلف تمام. هذه مارجرين، صراحة كنا نستعمل بزم بالكيك ويعني لما نسوي حلويات بالبيت. بعدين احدى المتابعات العزيزات قالت لي لا تستعملين المارجرين لانه ما مفيد، فلما قريت عليه صدق طلع ابدا مو مفيد ومو زين، فحولنا على الترياق. شوفوا هسه هذا مارجرين وهاي الاسعار مالتها، هذا وهذه نفس الشيء، هذه اسعارها. هذا الترياغ اللي هو الزبد العادي تمام، يعني شويه هو سعره غالي بس احسن من المارجرين، لانه المارجرين مثل ما قلت لكم مو صحي ابدا مو صحي. وشنو همين البيم راح تلقون نفس الشيء، وين تلقوها؟ تلقوها هاي بالثلاجات، تلقون همين الترياغ العادي هذا، هاي اسعارها. شوفوا هذا الترياق، هذا كل الزين، هذا بالبيض كنا نخليه بدل الدهن، يعني بدل الدهن او بدل الزيت، كل الزين هذا يقولون حتى انه صحي، يعني ينحرق، يعني مو مثل الدهن يبقى يتراكم على الكبد او فما يتراكم على الكبد. فشوفوا هذه همينه هذه، بس شنو اسعارها شويه غاليه لانه الوزن مالتها، يعني شوفوا كبيرة، شوفوا كبيرة يعني بالكيلو تمام. فهي هذه همينة تلقوها، هذه أسعارها. طبعا أنا ما أريد أقول لكم على الأسعار بصراحة لأنه هذا تتغير بين فترة وفترة. هذا كيلو، هذا قبل هذا يعني كان غالي أصلا، هسه بمية، الآن 99.5، مو مشكلة، بعد كم يوم يصير بمية. بس شوفوا هذا كيلو كامل. شوفوا هذا انواع الزبد، هذا بي اوميجا 3 وفيتامين اي، يعني هذا هم من الزبد وهم من بي فيتامينات. شوفوا حبايبي هذا الزبد اللي بي فيتامينات، شوفوا بي اوميجا 3 في فيتاميني اللي هو يعني اعتقد معروفه باوميجا 3 وفيتامين اي تمام. هذا الزبد بنكهه زيت الزيتون، هنا كاتبين، وهذا كاتبين حسب هنا انه من بحر ايجا تمام. احنا مستعملين، بس خلي افتحه، احنا مستعملين من عنده بصراحه، من هذا اللي قلت لكم عليه اللي احنا يعني بدلنا الزبد اللي نستخدمه العادي بهذا، لانه على الاقل بفيتامينات وصحي اكثر. شوفوا احنا مستعملين من عنده، هذا نستعمله بالبيض لما نسوي بيض، بصراحه قمت حتى استعمله بعض المرات، استعمله بال يعني بعض الحلويات، من كلش خفيف وصحي.
مهما يكون أفضل من الزبد اللي يكون يعني دهون فقط، لأنه هذه الدهون صحية وتنحرق بالجسم. إحنا حولنا من الزبد العادي، قمنا نستعمل هذا الزبد اللي هو الزبد الصحي أكثر، هذا متوفر بمعظم السوبر ماركت موجود، صح شوية سعره أغلى من البقية يعني بالنسبة لحجمه. بصراحة الصحي أحسن لأنه بي فيتامينات، وواحد ما يخاف إنه هو يكون دهون تكون ضارة، بل بالعكس تكون دهون مفيدة. أوكي حبايبي، بنهاية هذا الفيديو أتمنى أعجبكم، أتمنى كان مفيد بالنسبة لكم. أتمنى صديقتنا اللي سألتنا على الزبد، أتمنى جاوبناها وشوفناها كل أنواع الزبد، وإن شاء الله تختارين اللي يناسبك. لا تنسون حبايبي اللايك، لأنه مثل ما قلت لكم هو تشجيع لنا حتى نقدم لكم كل شيء مفيد وكل شيء جديد وكل الطلبات اللي طلبتوها من عندنا. وإن شاء الله نتلاقى دائما بالخير والعافية. وباي باي، سي يو فور تشيكلينج.